الزمالك قام بداية رائعة ورائعة جدا، ضغط رهيب، سلط ضغط معناتها كأنه ملاكم شد ملاكم ثاني في زاوية، حتى لين الملاكم الثاني نزل يديه وجاب الزمالك الجول. معناتها الضغط اللي كان مسلط من طرف الزمالك من بداية المباراة ظهر لكونه ما يقف إلا ما الزمالك اتحصل على هدف. بوركان كأنه معناتها كان مستسلم للوضع هذا، ما حاولش لكونه يلعب كرة طويلة يخرج من المناطق نتاعه ويطلع الكتلة الدفاعية، هذا ما شفناش. شفناه كان معناتها في ممكن في الخمسة أو الستة دقائق الأخيرة معناتها بدا يمسك الكرة ويتحكم أكثر شوية في الكرة. المباراة لم تنتهي، فريق بوركان بإمكانه الرجوع، معناتها ثم وضعيات اللي كان باساني لو تعامل معاهم معناتها بأكثر أكثر رزانة في داخل الصندوق يعني نجم يعدل مع فريق نهضة بركان. كذلك على مستوى الكرة الثابتة تبقى دائما نقطة ضعف للزمالك ونقطة قوة مع فريق بركان. الزمالك لو يحب ينهي المباراة من المفروض عليه اللي يعاود نفس السيناريو في الربع ساعة والعشرين دقيقة الأولانيين، لازم ينهي المباراة على خاطر قد ما تتقدم المباراة قد ما نهضة بركان مش تكون معناتها رغبته. أكيد أن نهضة بركان جدير بالاحترام والمباراة لم تنتهي بعد، بهيثم قراءتك لأحداث الشوط الأول وخسارة واحد من أبرز عناصر الزمالك هذا الشوط صاحب الهدف. يمكن دي النقطة السلبية الوحيدة في الشوط الأول، نادي الزمالك بدأ المباراة بشكل رائع جدا 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 عكس ما كان في بركان، وجات له أكثر من فرصة وكان منوع على جمال، كان في تمرينات قصيره، كان في تمرينات طويله، كان في لعب مع الاطراف. اتمنى ما تكونش الاصابه قويه، تكون حاجه في السمانه، حاجه في الانكل، حاجه بعيده عن الركبه، لكن هو مسك الركبه، ربنا يستر ان شاء الله وما تكونش الاصابه خطيره. ولكن هو من ابرز نجوم الشوط الاول. ميزه نادي الزمالك النهارده ان هو في قتال على الكره في كل ارجاء الملعب، مديش اي فرصه لفريق نهضة بركان، حتى الان في التزام في النواحي الدفاعيه في الكرات العرضيه، عشان كده قاضي على خطوره نهضة بركان. في تنوع، شفنا زيزو مره ناحيه اليمين ومرات ناحيه الشمال، ونفس الشيء بالنسبه لابراهيم نضال. تحركات سيف الجزيري خلف المدافعين مميزه جدا. الفرصه دي كانت الشوط الاول في اول 3 4 دقائق فرصه ثلاث ارباع كان ممكن نادي الزمالك يترجمها لهدف. الميزه ان نادي الزمالك قدر يضغط على نهضة بركان في نص ملعبه، في تصويبات عكس ما كان في المباراه اللي كانت هناك. تبقى نقطه اخيره بالنسبه للفحلي، لان هو اميز لعيب في نهضة بركان وبيحصل على مخالفات يعني بطريقه، هو الراجل بيعمل دايفنج بشكل كويس جدا، لكن فتوح عليه ان هو يكون بشيء من الحكمه وشيء من الرزانه ما يخشش عليه ويبين للحكم ان هو ما ارتكبش اي مخالفه، لان هتبدا تفقد اعصابك وهتبدا تركز مع الحكم مش مع اللاعب. وخلي بالك هو الوحيد اللي خد انذار الفحلي في اول 45 دقيقه، انما انا شايف العرضيات مميزه جدا، دي فرصه كان ممكن اوباما يخلص بيها المباراه. حتى الان المباراه لن تنتهي، نادي الزمالك قدر هو عايزه في الشوط الاول، يبقى 45 دقيقه حتى تتوج وتصعد الى منصه التبليغ. لابد يكون في التزام دفاعي، عواد يوقف المدافعين بشكل كويس لان في كره عرضيه في بدايه المباراه، اي نعم كانت تسلل ولكن كان في خطا في عمليه الرقابه، هي دي ميزه نهضه بركان. انما انا شايف ان من خلال التحركات، من خلال اللعب، من خلال تنوع اللعب سواء على الناحيه اليمين او الناحيه الشمال، نادي الزمالك متفوق بكل المقاييس بكل النواحي، في لا مركزيه في الرباعي الامامي، نزول اوباما مكان احمد حمدي هيقوم بدور اللاعب رقم 10، لابد شحاته ودونجا يامنوا المنطقه اللي قدام حمزه وحسام عشان ما يبقاش فيه تصويبات، و عمر وفتوح ما يخلوش الفريقين نهضة بركان يعمل عرضيات من ناحيتهم. مطلوب الان قوه ذهنيه من قبل لاعبين فريق نهضة بركان، المباراه لم تنتهي بعد، يملك العناصر، يملك جوده اللعب، لكن ايضا مطلوب التوازن، لان يعني متوقع زمالك حيضغط على بركان مره اخرى في بدايه الشوط. صحيح متوقع، وقلنا بان الخطوره ان بركان اذا دافع بتراجع سوف يعاني، وهذا ما حصل. صحيح ان الزمالك قدم نص ساعه جيده جدا، لكن الربع ساعة الأخيرة أظهر نهضة بركان بعض الملامح الجيدة، خصوصا في التحول، خصوصا في بناء الهجمات، خصوصا في الكرات الثابتة. شوف الكرة الثابتة كان ممكن نهضة بركان يسجل منها أهداف، لذلك فأين هو الخطأ؟ الخطأ هو أن بركان تراجع كثير ودافع كثير في مناطقه عوض أنه يحاصر الهجمات، فهو تحمل الهجمات في منطقة 18.
تشوف مثل هذه الهجمات باسل لازم يكون اكثر تركيزا من المرمى خصوصا في كره ثابته. شوف هنا كان ممكن مراوغه بالرجل اليسرى وياخذها باكثر فن بمراوغه المدافع. المهم كانت هناك ملامح جيدة لبركان في الربع ساعة الأخيرة، تصويبات من بعيد، كرات ثابتة، الكورنر الأخير كان ممكن يجي منه هدف. أظن بأن بركان تراجع كثير ودافع بتراجع كثير وترك وسط الميدان أنه يعطل الهجمات، ترك الكرة خصوصا الكرة الثانية للزمالك مما سهل مأمورية الزمالك في استحواذ على الكرة. بداية المباراة كانت تقريبا 77، شوف هذا الكورنر كان ممكن يجي منه هدف لولا ولكن كان ممكن يكون اوف سايد ليوسف دايو، لكن على الاقل هناك خطوره من نهضه بركان في الربع ساعه الاخيره، وهذا يعني ان بركان انتظر كثير للخروج، انتظر كثير للدفاع بتقدم للمبادره ان يؤمن بقدراته، لذلك فتراجع كثير حتى الهدف شفنا 10 لاعبين كلهم في منطقه 18 والكره الثانيه ولا واحد يعمل مارك ولا يعمل رقابة لأي لاعب من الزمالك. لا، لازم تخرجوا عند اللاعبين الزمالك وتحبسوا الهجمات، عوض أنكم تحملوا الهجمات في منطقة 18. وهذا أيضا الزمالك بركان ارتكب خطأ في التشتيت من جهة الهدف، لذلك خطورة الدفاع بتأخر يدفع دائما المدافعين على ارتكاب أخطاء، لذلك فبركان لازم يؤمن بقدراته، الدفاع بتقدم وأظن بأنه سوف يخلق فرص وسوف تكون عنده حلول للتسجيل.